اعتداء جديد على مدينة النبطية في حي يقطنه مدنيون بالكامل، اعتداء صهيوني على منطقتنا على مدينتنا النبطية، يعبر عن إجرام العدو الصهيوني الذي يتكرر بشكل يومي منذ زمن طويل، والعالم بأجمعه يتفرج على ما يحصل في لبنان ويتفرج على ما يحصل في غزة وفي فلسطين. آلة القتل الإسرائيلية تمتد في هذه الأيام إلى المدنيين. هذا مبنى يقطنه مدنيون، لا وجود لأي عمل عسكري فيه ولا وجود لمقاومين.